بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعد النهاردة مع آخر دروس الوحدة الثالثة في اللغة العربية، وهو نص أحب أن أكون للشاعر أحمد سويلم، وهو شاعر وأديب مصري معاصر له العديد من الدواوين الشعرية والدراسات الأدبية، وهو يقول: أحب أن أكون مهندسا أمين، أخطط البيوت بالعلم والفنون، وأرسم الشوارع للناس العابرين. أحب أن أكون محررا أريب، أكتب في السياسة أو أكتب الأدب، الصدق في حديثي أغلى من الذهب. نقوله تاني: أحب أن أكون مهندسا أمين، أخطط البيوت بالعلم والفنون، وأرسم الشوارع للناس العابرين. أحب أن أكون محررا أريب، أكتب في السياسة أو أكتب الأدب، الصدق في حديثي أغلى من الذهب. وهنا يا أولاد مروان بيتكلم عن الأحلام والأمنيات اللي بيتمنى يحققها، والأحلام دي لا تتحقق إلا بالجد والاجتهاد. ومروان في الأبيات السابقة دي يحلم أن يكون مهندسا كبيرا يخطط المدن بمبانيها وشوارعها، معتمدا في ذلك على العلم والفنون. وبرضه في الأبيات السابقة دي يحلم أن يكون مروان كاتبا صحفيا يكتب كلمته في صدق وشرف، ويكتب في السياسة والأدب والفنون، لأن الصدق والشرف من أغلى الأشياء التي يجب أن يتمسك بها. تعالوا بنا يا أولاد نشوف بقى المعاني الجديدة اللي في النص بتاعنا اليوم. قريب معناها إيه؟ ذكي. قريب ذكي، ويقول ورايا: قريب ذكي، العابرين الذين يعبرون الطريق، العابرين الذين يعبرون الطريق. محررا كاتبا أو صحفيا، محررا كاتبا أو صحفيا. حديثي كلامي، حديثي كلامي. والأدب الجميل من القول شعرا ونثرا، الأدب الجميل من القول شعرا ونثرا. تعالوا نشوف المضاد. أحب مضادها إيه بقى؟ أكره. أحب أكره. وأمين مضادها إيه؟ خائن. أمين خائن. وقريب غبي. يا أولاد أحب أكره وأمين خائن، قريب غبي، الصدق الكذب، الصدق الكذب. أغلى أرخص، أغلى أرخص. تعالوا نشوف الجمع. أمين جمعها إيه؟ أمناء. والأدب الآداب. حديثي أحاديثي. والعلم العلوم، العلم العلوم. والفن الفنون، الفن الفنون. هنشوف يا أولاد التعبيرات الجمالية الجديدة اللي موجودة معانا النهاردة في النص. أول حاجة: أخطط البيوت بالعلم والفنون. وإحنا عارفين لما يقول لك مظاهر الجمال عندنا ثلاث حاجات: أسلوب أو تعبير أو تضاد. طيب أخطط البيوت بالعلم والفنون فيها إيه؟ تعبير. يبقى نقول تعبير جميل، فيه تصوير للعلم بأداء تستخدم في تخطيط البيوت. تعبير جميل، فيه تصوير للعلم بأداء تستخدم في تخطيط البيوت. اللي بعد كده: أرسم الشوارع. وينفع حد بيرسم الشارع يبقى فيها إيه؟ فيه تصوير، يبقى تعبير جميل، حيث صور الشارع إيه؟ بلوحة ترسم. تعبير جميل، حيث صور الشاعر الشوارع بلوحة ترسم. طب اللي بعدها: محررا قريب، فيها ايه؟ تعبير جميل يدل على براعة الصحفي وذكائه. تاني: تعبير جميل يدل على براعة الصحفي وذكائه. اللي بعدها: اغلى من الذهب. يقول هنا: الصدق يا ولاد أغلى إيه؟ أغلى من الذهب. يبقى إيه اللي فيها؟ يبقى تعبير جميل يشير إلى أن الصدق والتمسك بمبادئ أهم من كنوز الدنيا. تاني: أغلى من الذهب، تعبير جميل يشير إلى أن الصدق والتمسك بالمبادئ أهم من كنوز الدنيا.
طب تعالى أولاد ناخد النص ده في سؤال وجواب ونشوف أهم الأسئلة الموجودة في النص. أول سؤال: ماذا أحب مروان أن يكون؟ مروان عايز يكون إيه؟ مهندسا أمين، صح. طيب السؤال اللي بعده: بما يجب أن يتصف المهندس؟ المهندس المفروض يتصف بإيه؟ يجب أن يتصف المهندس بالأمانة. يبقى بما يجب أن يتصف المهندس، يجب أن يتصف المهندس بالأمانة. طيب ما دور المهندس كما تفهم من الأبيات؟ دور المهندس إيه؟ هو تخطيط البيوت بالعلم والفنون ورسم الشوارع للناس العابرين. زي ما أنا قلت يا أولاد، إحنا بنجيب الإجابة من النص. طيب لماذا أحب مروان أن يكون مهندسا؟ مروان عايز يكون مهندس ليه؟ ليخطط البيوت ويرسم الشوارع معتمدا على العلم والفنون. عندنا في النص بيقول: أحب أن أكون مهندسا أمين، أخطط البيوت بالعلم والفنون، وأرسم الشوارع للناس العابرين. يبقى زي ما اتفقنا بنجيب الإجابة من النص. السؤال اللي بعده رقم 5: لمن ترسم الشوارع؟ ترسم الشوارع لمين؟ برضو من النص: ترسم الشوارع للناس العابرين. السؤال اللي بعده: لماذا أحب مروان أن يكون محررا؟ مروان كان عايز يطلع محررا ليه؟ أحب مروان أن يكون محررا ليكتب كلمته بصدق وشرف. عفوا، ليكتب كلمته بصدق وشرف. ما عمل المحرر؟ بعمل المحرر إيه؟ الكتابة في السياسة والأدب والفنون. السؤال اللي بعده: بما يجب أن يتصف الكاتب الصحفي؟ يجب أن يتصف الكاتب الصحفي بالذكاء والصدق في حديثه. تاني: يجب أن يتصف الكاتب الصحفي بالذكاء والصدق في حديثه. وآخر سؤال: ماذا نتعلم من النص؟ نتعلم إيه؟ أن يكون لدينا أهداف نسعى لتحقيقها، وأن الأمانة والإبداع والصدق من صفات الإنسان الناجح في عمله. يا أولاد، خلصنا آخر درس من دروس الوحدة الثالثة في اللغة العربية للصف الرابع، ونتمنى لكم دوام النجاح إن شاء الله والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.